تكريت حاله حال بقيه الاقضيه غير مهيئه تماما لاستقبال اي زخه مطر بسبب يعني ضعف شبكات التصريف ويعني شبكات قديمه، وايضا لدينا مناطق باكملها غير مبلطه، غير مخدومه بتصاريف امطار، غير مخدومه بمجاري مثل حي القادسيه الكبير اللي هو يمثل اكبر من مدينه تكريت، وحي ضمن القضاء، وعندنا ايضا حي الديوم. فتكريت حاله حال الشرقاط، يعني الشرقاط شفتها قبل ايام استاذ مقداد، يعني شفت ساعات قليله يعني زخت مطر بسيطه غرقت الشرقاط باكملها، لانه ايضا ما بيها تصاريف امطار، ما بيها شوارع مبلطه، ما بيها شبكات مجاري، الشبكات المجاري مشروع المجاري المتوقف حاله حال تكريت وحاله حال بيجي. بالمناسبه انا جيت قبل أربعة أيام من الأربيل مرورا ببيجي، فشفت شوارع بيجي جدا جدا يعني بائسة، مخزي إنه شارع عام شاهديا طريق رئيسي يربط بين محافظتين كبيرة مثل صلاح الدين والموصل، يعني ما تقدر تطب عليه وكأنه أنت طاب عليه في شوارع في أفريقيا في 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 جيبوتي أو في شوارع مصر القديمة، يعني الحفريات وسيارات تقدر تطوب وسايد واحد وزخم كبير. فكان شوارعنا قبل هذه المشاريع افضل بكثير من الوضع الحالي، يعني كانت قبل الحفريات، قبل الشروع بعمل مشروع المجاري، حتى الناس يعني حتى احنا والناس نطالب باعاده الشوارع اللي ما كانت عليه قبل مشروع المجاري قبل 2014، سواء القادسيه او سامراء او بيجي او الشرقاط او اي منطقه اخرى، لانه على الاقل كانت في شوارع عدله، الناس ما كانت متخوفه عندما تمطر تغرق المناطق، السيارات توقع بالحفر. سؤالك الاخر على موضوع تعويضات الاستاذ مقداد، الحقيقه يعني دار تعويضات صلاح الدين متعاونه الى حد ما مع المواطنين، لكنه الزخم كبير. حتى انا عندي معلومات السيد قاضي تعويضات في 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 دار التعويضات صلاح الدين يخصص يوم لكل قضاء حتى يفك الزخم ويعني يوفر على الناس عناء القدوم الى تكريت، وبالتالي زخم وكورونا.